هل أنت أصدق أم لا؟ لابد يقول الله. هل أنت استطعت أن تأتي بكلام أفصح وأبيض من كلام الله؟ لابد يقول لا، كلام الله سبحانه. هل أنت تريد هداية الخلق أكثر مما أراد الله؟ لا. إذا نرجع للكتاب والسنة ثم نسأل أيضا، هل أنت أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصدق أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنصح للخلق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل تريد هداية الخلق أكثر مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أحاديث كثيرة، كتاب وسنة وإجماع وعقل، ويأتي بعد هذا من يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى وينكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم، فهؤلاء أنكروا، والبعض يبتدع ويقول أنا لا أثبت صفة الكلام لله ولا أنفيها عن الله. توقف، لا أثبت ولا أنفي. لماذا؟ قال أخاف. تخاف من ماذا؟ قال أخاف أن أقع فيما وقع فيه الفرق الضالة. طيب أنت الآن جئت بأكثر مما جاءت به الفرق الضالة، لماذا لا تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تؤمن بما آمن به الصحابة رضوان الله عليهم؟ ولهذا قال الجماعة في رواية، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا أنا عبد مسلم، يعني أسلم لله، ليس لي إلا الرضا والتسليم، أقول آمن وصدق وسلمت. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه كلام أثبت، وأنزه الله سبحانه وتعالى ما ثبت الخلق، أما توقف. والبعض قال أنه لا يمكن أن هذه المعاني أيضا أفهمها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هؤلاء يعني على الضلال المتهوكين والحيارة والمجوس والصابعة وعلماء الفلسفة والكلام، قالوا هؤلاء أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا ما استفدنا شيء من نزول القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه حتى يسمع كلام الله وناداهما نداء ما يمكن ان يكون بصوت الحروب، ومناجاة تكون للخليل، ومناداة بالبعيد، وقال يقول ننكر هذا كله؟ قال نعم. او تتوقف وتكون مع من؟ مع من توقف فيما القرآن مملوء به إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تكف القرآن في وقف قائلا كما قال أتباع لدهم وأسلحه. ولا بعض الناس يبدأ ببدعة صغيرة، الجهل والجعل، صنعوا أشياء في أول أمر كانت يسيرة، خالفوا عن السنة، خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا الكتاب، خالفوا السنة، خالفوا السلف الصالح، ثم بعد زمن أصبح هذا الجعل والجهل رأس لفرقة ضالة. احذر، اتق الله، لا تخالف. قد تكون يوما من الايام الصلاه والسلام راس لفرقه ضاله، الصلاه والسلام كما حصل من هذا الجعل والجهل. نعم. ولا تقل القران خلق قراته فان كلام الله باللفظ يوضح. نعم، يعني الان كما قال ايضا حافظ بن عبد الحكم رحمه الله، يقول الصوت الان عندما اقرا هذا صوتي انا، صوتي أنا مخلوق، وعندما أكتب هذه كتابتي أنا، لكن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا.
تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النبي المعتدب يا عبد المطلب. أنت تحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى من؟ إلى الله. نعم الذي تكلم به هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، فلا بد أن نفرق. فقلنا أن أهل السنة والجماعة سواء جعلنا ويقوم منه يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى لوجه الله، وسواء تكلم الناس قرأ الناس القرآن أو كتبوه أو حفظوه فلا يخرج عن كون كلام الله. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكن من المتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. نعم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نسأل الله من فضله. أعظم نعيم وأكثر ما يتشوق للمسلم رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. رؤية الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. وعجيب ممن ينكر الرؤية، لأن الإمام الشافعي قال رحمه الله كلا في قوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إذا حجب أعداء رآه أولياء. وقال بعض العلماء حري بمن أنكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه، حري بها لا يرى الله. أكثر ما يتطلع إليه المسلم رؤية الله، نسأل الله من فضله. وأعظم نعيم في الجنة رؤية المؤمنين لربهم، نسأل الله من فضله. لماذا؟ لأن هؤلاء لو أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، معنى هذا إذا كان الله يرى يوم القيامة هذا معناه أن له صفات، إنه لا يمكن ترى شيء إلا ويوصف، وهم أنكروا الصفات. فعندما أنكروا الصفات أدام هذا إلى إنكار الرؤية، إنه لا يمكن يرى شيء إلا وله الصفات، ولا ترى عدم ما ترى العدم أصلا. أدلة كثيرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من فسر زيادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن نعدل عن تفسيره عليه الصلاة والسلام. أدلة من الكتاب ومن السنة، قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فماذا نصنع؟ نقول آمنا وصدقنا وسلمنا ونسأل الله من فضله. نعم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم، يعني كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، يعني لا تضام بعضهم إلى بعض في الرؤية. شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنرى الله سبحانه وتعالى عيانا بأبصارنا متى؟ يوم القيامة في الجنة. أما في الدنيا لا يمكن، إن نفسا قال عليه الصلاة والسلام لن ترى الله حتى تموت. ولأن بعض الناس يعني يتوهم ممكن ينزل عليه جبريل بالوحي صحيح في هذه الأيام، وهناك من يدعي النبوة في هذه الأيام صحيح. رجل عابد كان يصلي بالليل وليس مع أحد، وهو يصلي وإذا بنور يأتي من جهة القبلة، نور قوي، ثم اشتد النور حتى رأى شيء على عرش، فقال له أي عبد فلان، يعني سماه باسم، إنني أنا ربك. استسلم.
هذا رجل من أهل السنة تعلم المعتقد معتقد أهل السنة إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. فماذا صنع عندما خرج من هذا النور وقال له إنني أنا ربك؟ بصق في وجهه وقال اخشى عدو الله. من هذا؟ إبليس. لو سمعت يوما من الأيام وحدك أي عبد فلان اقرأ ايش تقول؟ معنى بقارئ كفرك. هناك في هذه الأيام من يظن أنه قد ينزل عن جبريل عليه السلام بمال بالوحي، وكل من ادعى النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله كاذب وكاذب كفر أكبر. إذا أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، رؤية حقيقية. نعم. وليس بمولى وليس بمولود وليس بوالد وليس له شرك تعالى المسبح. قل هو الله احد سورة الاخلاص تخلص قارئها من الشرك، سميت بهذا الاسم لان تخلص قارئها من الشرك. اذا وسوس اليك الشيطان العلاج اقرا سورة الاخلاص، ولانها اخلصت بوصف الله. قل هو الله احد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. الله الصمد تصمد إليه الخلائق في حوائجنا. كل شيء مفتقر إليه ومستغني عن كل شيء. الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لماذا؟ لكمال أحدية وصمدية وكمال غنى. في الغالب أن الولد يشبه الأب، وفي الغالب أن الأب يحتاج للولد إلى كبر. والله سبحانه وتعالى غني عن الوالد والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. شبيه نظير مثيل لكمال غناه وكمال أحديته وكمال صمديته سبحانه وتعالى. نسبة الولد إلى الله كفر أكبر. نعم. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث المصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم. اذا اردت تنجح وتفوز كن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم، اثبات وتنزيه والمعاني معلومه والكيفيه علم عند الله والسؤال عنها بدعه. لا تسال كيف، قل امنت صدقت سلمت. جاء رجل الى الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره قال يقول الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ مالك رحمه الله يعظم الله امام من امه اهل السنه طقطق رأسه وعلاه العرق الرحضاء. كيف يسأل؟ كيف يتكلم في ذات الله؟ كيف يتجرأ هذا الرجل ويتكلم بهذا الكلام؟ فقال الاستواء معلوم، يعني نعلم معنى الاستواء، على وصعد واستقر وارتفع، والكيف مجهول، لا يمكن أن نعرف الكيفية لأن لم نرى الله ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وليس له مثيل. والكيف مجهول، نؤمن أن لا كيفية لكن الكيفية لا نعلمها. والإيمان به واجب، وجب أن نثبت لله استواء حقيقي لا اختيار تعرض للأمانة الاستواء المطلوب. والسؤال عنهم بدعة، أخرجوا الرجل فإنه مبتدع. تأديب. كيف يتكلم؟ كيف يسأل؟ عن اشياء لم يسال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. يا اخواننا لا يمكن ان نسال عن اشياء لم يسال عنها الصحابه رضي الله عنهم. اتقى لله منا. والمسؤول اعلم الخلق بالله وانصح الخلق للخلق. صحيح.
إذا ما يمكن أن نسأل عن أشياء، ماذا تصنع؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحه. أهل السنة والجماعة سواء جعلنا منهم يثبتون لله يدين اثنتين حقيقيتين تليق به سبحانه وتعالى بكمال الأيدي المخلوقة. إثبات تنزيه معاني معلومة كيفية علم عند الله. وبعضهم قال لا لا نثبت اليدين لله، لماذا؟ لأن لو أثبتنا اليدين لله مثلنا الله سبحانه وتعالى بالخلق. ومن قال لك تصنع هذا؟ إبليس قال الله ليس كمثله شيء. نسأل هذا الذي ينكر صفة اليدين لله، نقول هل لله إذا؟ لابد يقول نعم. ولك ذات؟ يقول نعم. وهل يلزم من إثبات الذات أن تكون مثل الذات؟ يقول لا. إذا كان أن نثبت لله ذات ليست كالذوات، أثبت لله يدين ليست كأيدي المخلوقين. صحيح؟ نعم. طيب الله سبحانه وتعالى له صفات ليست كالصفات، وله ذات ليست كالذوات، إذا الحمد لله. إثبات وتنزيه، نثبت لله يدين اثنتين حقيقيتين، وثبت لله سبحانه وتعالى صفة اليدين بالكتاب لما خلقت بيدي وغيره من الأدلة وبالسنة وبالإجماع أجمعت الأمة على إثبات صفة اليدين لله سبحانه.